ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. مواليد برج الاسد ان شاء الله باذن الله السعاده والهنا والراحه والخير والرزق والراحه بعد تعب اللي انتم مستنيينها تحصلوا عليها باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. طبعا صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء بيغير القدر. وندخل على الفيديو بالابتسامه الجميله وبالطاقه الايجابيه ونركن الطاقه السلبيه على جنب لحد ما نخلص الفيديو. برج الاسد عايزاك تجدد في نفسك، عايزاك تتخلي حياتك فيها حاجات جميله، ابعد عن الطاقات السلبيه وابعد عن الناس المزعجه اللي هي بتعمل لك توتر وحيره، وكمان ان شاء الله باذن الله تكون راحت البال من حياتك يا برج الاسد. يلا يا مواليد برج الاسد، الدوامه اللي انت فيها يا اسد. بص يا اسد، بص يا اسد، انت حاليا في دوامة، حاليا في حيرة، حاليا تعبان جدا 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 لدرجة ان انت مش طايق حياتك، مش طايق الهدوم اللي على جسدك. برج الاسد انت عندك تقدم في الحياة، بس احذر من الست اللي هي عمالة تزن على ودانك وعايزة تخرب بيتك وانت لا تدري وماشي وراها وانت مغمض عينيك. راجل الاسد احذر من واحدة ست عايزة تخرب بيتك وعايزة تخرب على حياتك لدرجة ان انت ممكن تكون كمان في علاقة تالتة. احذر وخلي بالك، عندك خروج من الضيقة اللي انت فيها وعندك خروج من الهم والحزن. فتاة الاسد عنده خروج من الهموم وعنده خروج من الحفرة اللي انت وقعت فيها ولحد الان بتعاني من وسايبه اثر وراكي. برج الاسد عايزاك تخلي عينك في وسط راسك وتبعد عن الناس المزعجه وعن الناس اللي هي مش كويسه والناس اللي هي عامله لك توتر وحيره. عندك لقاء مع حد انت بتحبه، مع اهل، مع اصحاب، مع زوج، مع شريك الحياه، الله اعلم، بس انا شايفه ان اللقاء ده هيكون مع اهل بناس انت بتحبها، وفي نفس الوقت هيكون عندك لقاء مع حد انت بتحبه جدا جدا جدا، وهيبقى عندك مكالمة سريعة هتجيب لك خبر حلو وهتجيب لك راحة بال وهتجيب لك السعادة بإذن الله. وانت يا برج الأسد اتطعنت كتير جدا، ظهرك من كتر السكاكين ما بقيت منحي مش قادر، بس دايما بتقول أنا أقوى، أنا هقاوم، أنا شجاع، بتقاوم نفسك. فتاة الأسد بتمشي على الأرض وهي معروفة إن هي فتاة أسد، بتتحمل القاسية وبتتحمل كتير جدا، قلبها طيب جدا، ممكن تكسبها بأبسط كلمة طيبة. فتاة الأسد دايما بتكون أنيقة، دايما بتكون شجاعة وبتحاول تثبت كده دايما، بس هي طيبة جدا، هي بتحب الحياة ببساطة، بس دايما حظها قليل علشان لحد الآن مش لاقي الشخص اللي يفهمها. كل ما تدخل في علاقة بتطلع منها. راجل الأسد عنده علاقة تالتة، احذر من الست اللي دايما عايزة تخرب حياتك وتخرب بيتك وانت لا تدري ماشي وراها وانت مغمض عينيك. عندك فرحة حلوة، فرحة خطوبة، فرحة رجوع، عندك مشروع ناجح، أمنية في الدراسة، الله أعلم، بس شوف الحاجة اللي انت مستنيها أو تتحقق وهي اللي هتتحقق يا برج الأسد. إذا كانت خير، إذا كانت دراسة، أو إذا كانت زواج، أو إذا كانت خطوبة، أو كان توقيع سفر أو خبر حمل، بس عندك واحدة ست عيونها صفرة مش كويسة خالص، دايما عايزة تخرب حياتكم ودايما عايزة توقع بينك وبين الشريك او حد من اهل الزوج او الزوجة الله اعلم، بس هي واحدة ست عينيها صفرة مش كويسة خالص. الست دي عايزة تخرب عليكم بقدر المستطاع، الست دي دايما شغلة بالكم وشغلة تفكيركم وعايزة تخرب بيتكم، احذروا وخلوا بالكم. عندك انطلاقة جديدة، الانطلاقة دي فيها فرح وفيها خير وفيها بعض الامور الجميله اللي انت مستنيها. انت عندك علاقه نهيتها في الماضي، علاقه حب قديمه نهيتها في الماضي، بس انا شايفه ان العلاقه دي هتحاول تتفتح قدامك تاني وهيبقى فيه مكالمه تاني وهيبقى فيه كلام تاني، بس انت هتقفل الباب ده علشان انت اتظلمت واتغدرت يا برج الاسد. حصل لك حاجات كتيرة جدا من ورا العلاقة دي ولحد الآن قلبك موجوع ومش شايف ولا حاسس ولا قادر تعمل ايه. صحتك كانت في النازل، بتاخد علاج كتير، حاليا بدأت صحتك تتحسن، بس حالتك النفسية مش عارف تظبطها بسبب الطاقة السلبية وبسبب الناس اللي بتدخل بيتك بتحسدك وتعمل لك طاقة سلبية. ابعد عن الطاقات السلبية، جدد جدد في البيت، جدد في نشاطك اليومي، جدد في أي حاجة، المهم إن أنت تطلع من الطاقة السلبية وتدخل على طاقة إيجابية يا برج الأسد عشان حياتك
حياتك تتعدل زي ما انت عايز ويكون فيها تحسن وفيها خير. انا شايف ان انت عندكم ارتباط وعندكم خطوبة او علاقة جديدة الله اعلم، بس عندك تقدم. انت حاليا ناوي تمشي من المكان اللي انت فيه، ناوي تغير سكنك لدرجة ان انت في توقيع ورقة مستنيه او مستني وبتدري بتجري ورا ورق عشان تخلصه في المحكمة عشان ناوي تسافر برا وناوي تغير المكان اللي انت فيه. انت قلبك طيب يا برج الاسد جدا جدا، قلبك طيب جدا جدا لدرجة ان الناس اللي اذتك لو جت تاني يوم اعتذرت منك بتستقبل عادي وكأنه ما حصلش حاجة. بسبب طيبة قلبك وحظك اللي في الحياة حلو، هيبقى عندك لقاء حلو جدا مع ناس مهمة، مع ناس انت ما كنتش متوقع في يوم من الايام ان انت تقابلها او تحصل عليها او تكلمها. فتاة الاسد، انت يا برج فتاة الاسد زي ما قلت لكم قلبها طيب جدا لدرجة ان هي من كتر طيبة قلبها وقعت في مشاكل كتير وخسرت ناس كتيرة جدا كانت عزيز على قلبها، اتصدمت في اقرب الناس ليه واتغدرت في من اقرب الناس ليه لدرجة ان هم كانوا مصاحبين ناس كتير بس اتغدرت واتظلمت وطلعت من غير اي حاجة. يا برج الاسد في أرض بيتك أنت مش مرتاح يا برج الأسد، عندك حد دايما بيأذيك. لو أنت شايفة كمان أنه في أرض بيتك راحتك ضاعت، وكمان أنت متعارف على حد، عندك تعارف مع حد على السوشيال ميديا عملت له بلوك أو هو عمل لك بلوك، المهم أن أنت انفصلته وسبته بعض أو ناوي أن أنت تسيبه وناوي تنفصل عنه الله أعلم، علشان خاطر حاسس مش حاسس بالأمان زي الأول يا برج الأسد. حاول ان انت تكون حكيم الباقي من شهر يونيو، حاول تكون حياتك تتحسن اكتر من كده، حاول تظبط امورك، تظبط تصرفاتك، تظبط افعالك. الكلمة اللي انت بتقولها يا برج الاسد انت ممكن ما تكونش حاسس بيها، ممكن تجرح الشخص اللي قدامك، ممكن تزعله انت من طيبة قلبك مش عارف انت بتقول ايه. قلبك طيب جدا يا برج الاسد بس دايما حيران وعندك حيرة، عندك اشتياق لاطفال، اشتياق لاهل زي ما قلت لك، وشايفه ان انت هيبقى عندك خبر حمل باذن الله للانثى الاسد. لو انت منتظره خبر حمل وبدأ بتزور الدكاتره كتير فاطمني وبشري ان هيكون عندك خبر حلو الفتره اللي جايه بخصوص الحمل، هيبقى عندك امور حلوه وعندك ابتسامه هترجع لوشك والامور هتبدا تتحسن في حياتك وهتبدأي تحسبي أمورك أكتر من كده وهتبدأي تكوني حكيمة في تصرفاتك وفي أفعالك. هتمشي في موضوع، الموضوع ده ربنا بس هو اللي هينور لك طريقه وهو اللي هيدلك على الخير، وامشي وانت مغمضة في الطريق اللي ربنا هيكتبه لك وكمان هيوفقك بيه، علشان خاطر انتوا اتظلمتوا كتير وحياتكم كانت فيها مشاكل كتير جدا. حاولوا ان انتوا تبصوا لقدام، ما تبصوش لورا خالص يا برج الاسد، وارموا كل اللي فات ورا ظهركم وما تبصوش عليه ابدا، علشان دايما يكون عندكم تقدم في الحياة ودايما تجددوا الطاقة الايجابية عشان الطاقة السلبية محطمة حياتك. ارجع واقول لك تاني يا برج الاسد، عندك خبر حمل بخصوص الاطفال او عندك شفاء لطفل مريض عندك الله اعلم. اللقاء ده هيكون حلو جدا 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 بالخبر الجميل اللي انتوا هتسمعوه، وده خبر الحمل باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. عندكم شفاء من المرض، عندكم خير وعندكم فرحه حلوه جدا باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، بس حاولوا تكونوا حكيمين في افعالكم. برج الاسد، انت اتظلمت كتير جدا والسنين اللي فاتت تعبت جدا، بس عندك وقوف على ارض صلبه، هتقول انا اتظلمت بس هنتصر، وبالفعل هتنتظر هتفرح، والانتظار اللي انت انتظرته كله هتحصل عليه بالخير وبالرزق وبالتفاؤل. بص يا برج الاسد، الفترة اللي جاية هيبقى عندك امور كتير جدا عكس اللي انت ما كنتش متوقعها، يعني امورك هتحسبها وهتتصرف صح وهتكسب وهتبقى انت اللي منتصر على اعدائك، يعني اعدائك هم انتصروا عليه بس الفترة اللي جاية انت هتنتصر على اعدائك. عندك حد عزيز عليك يا برج الاسد ببرج الدلو،
حد عزيز عليك ببرج الدلو، الحد ده ممكن يخرب حياتك، ممكن يدمر مستقبلك اللي جاي. يا برج الدلو، يا برج الأسد، لازم تكون حكيم في قراراتك الفترة اللي جاية، لازم تاخد القرار الصح، وبلاش تقبل الاعتذار من الشخص اللي هيجي لاعتذر منك. اوعى تقبل الاعتذار، علشان خاطر الاعتذار ده مش هيكون في صالحك، ورجوع الشخص ده لحياتك تاني مش هيكون لصالحك ابدا، بالعكس هيخرب حياتك تاني وتالت ورابع، وهترجع تعاني لحياتك. تحياتي ليك يا برج الاسد، اتمنى لك السعاده والفرحه والهنا والرزق والتفاؤل، وكل ما هو جميل في الحياه يكون من اجل عيونك يا برج الاسد.